يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا من جديد. كما وعدتكم الجولات ديالي في مدينه وزان، واليوم غادي نبارطاجي معكم سد الوحده او سد المجاره. مرحبا بكم فين ما كنتم. بالنسبه للرقم الهاتف ديال عماد هو اللي غتتواصلوا معاه الا بغيتوا شي شقه او بغيتوا شي جوله بالفلوكه. او المهم هو راه مكلف بكلشي وراه صدق ومصداقيه. بقاو معايا. اعزائي المشاهدين، انا كنقول لكم انطلاقا من مدينه وزان وراه كندوزو على بزاف ديال الدواوير، غير بقاو معايا. اعزائي المشاهدين، بالنسبه لهاد المعلومات اللي كنعطيكم يعني راه بحثت وقلبت، يعني هاد المعلومات راه صحيحه. بالنسبه فين كيوجد هاد السد وحده، يقع باقليم وزان بالضبط القريه، واحد القريه جبليه صغيره كتسمى المزعره، عليها مسميين عليه سد المزعره او السد الوحده. الطاقه الاستيعابيه ديالو 3 مليار و800 مليون متر مكعب. بناه المغفول الراحل الحسن الثاني رحمه الله، اللي كان كيلقب الحسن الثاني، كان ملقب بباني السدود لاهتمامه المبكر والتخطيط يعني السياسي لبناء السدود. انتم راه عارفين دابا المياه غدا وكتقل. بالنسبه لهذا السد، هذا راه ثاني سد في افريقيا، وفي المرتبه الاولى هو السد العالي اللي كيتواجد في مصر. يعني هادو راه معلومات صحيحه. وما تنساوش لحد الان راه كيعاودوا عاوتاني كاع جميع السدود اللي في المغرب، راه كيعاودوا الترميم ديالهم والاصلاحات ديالهم باش كيبقاو مزيانين. بالنسبه لهاد السدود يعني راه واخا انهم كيكونوا كيتعرضوا زعما المشاكل وداكشي، ولكن راه المسؤولين راه كيقوموا بالترميم ديالهم وكيحافظوا عليهم وكلشي باش كيبقاو. يعني حنا المغرب ديالنا راه محسوس بالمياه، ماشي المهم هو فين كيتواجد، المهم هو اننا عندنا هاد السد في المغرب ديالنا على ما المحسوب. يعني الا جيتو من الاتجاه ديال مدينه وزان راه يعني كيكون قريب لمدينه وزان، جيتو من جهه فاس وتونس راه قريب لتونس. هاد السد ديال المغرب كامل، حنا فخورين عندنا هاد السد، وحنا فخورين بالمغرب ديالنا، فخورين بهذا الجمال ديال الطبيعه. بالنسبه لهاد اللحظه كنا هنا كنت مع لا فامي ديالي، يعني ما شاء الله العائله ديالي كلها مشينا كاملين يعني لهذا السد هذا، وهنا ارتحنا وخدينا واحد قسط من الراحه وكنستمتعوا بجمال الطبيعه ديال مدينه وزان. انتما كما كتشاهدوا احنا في المدخل الاول ديال السد الوحده، راه كبير بزاف بزاف. حنا بدينا غير من الجهه الصغيره من جهه اللي جايه من طريق وزان، اما من جهه تونس عاوتاني راه قابط واحد المساحه كبيره بزاف بزاف. الطرقان راه مزيانه، الناس ديال هاد القريه او النواحي ديال هاد القرى كلهم مزيانين، والله يعمرها دار والناس كريمين. وعاد انا من مشيت لسد الوحده راه ما بقاليش الوقت باش ندخل للغابه اللي محيطه به. انتما كما كتشاهدوا ما يمكنش اعزائي المشاهدين تفوتوا عليكم هاد الفرصه. الناس فين ما كنتو راه كاين الديور، كاين كيتكراو، كاين تما واحد المقاهي، زعما ما غيخصكم حتى خير، غير تستمتعوا وتعرفوا وتعرفوا وليداتكم وتعرفوا يعني شنو كاين في بلادكم، ويعني حتى وليداتكم الصغار يعرفوا وتعطيهم معلومات على السد وشنو المزايا من السد. شوفوا المنظر جميل وشاعري في الحقيقه. انا ما سخيتش، بقاو معايا. المشاهدين مرحبا بكم، وعارف مرحبا يا مرحبا. اليوم غادي يكون الترحيب بزاف بزاف، والجاليه المغربيه والمغاربه كاملين مرحبا بكم هنا في السد الوحده اقليم مدينه وزان. هو راه عاوتاني كيجي في جنب تاونات. بزاف ديال التعاليق كيقولوا لي هو راه محسوب على تاونات، هو خارطيا يعني في المعلومات تاكدوا ان راه محسوب على اقليم مدينه وزان، ما كيهمش على من محسوب، المهم هو ديالنا ديال المغرب. مرحبا بكم هنايا، وغندير لكم واحد الدوره شرفيه. وكما سبقت لكم الفيديو الجديد اللي كنت نزلت لكم مع الرقم الهاتف، بالنسبه للناس اللي كيسقسوا على المبيت راه كاين. ومرحبا بكم، الف مرحبا، وكل شيء طبيعي 100%. يلا بقاو معايا في هذه الجوله. العشرين واحد هكا، حتى العشرين عماد
رجعت معك من جديد تحت طلبات المشاهدين، وكانوا هذا الفيديو لقى واحد اقبال كبير كبير بزاف، وحنا كنبارطاجيو البلايص اللي زوينه والسياحه ونشجعوا هاد القريه هادي باش تكون الرواج والسياحه. غنعاودوا لهم الفيديو ياك، وغادي نحطوا لا فامي باش نديروا لهم دابا حتى الطبيعه زايده على مره اخرى. ونسينا ما قلنا، ما عطيتيش التحيه للمشاهدين ديالي. تحيه للمشاهدين ديال عالم نسيمه. مرحبا. غتغطي هذه انا شاركت معكم اعزائي المشاهدين حتى الكواليس مع لا فامي ديالي، حيت في الاول كانوا باغيين يمشيو للشاون وانا اقترحت عليهم بالسد الوحده وعجبهم الحال بزاف بزاف. راه كاينه بيرانا هنا اللي كيعاود بيرانا السناوات كتحط على الحب. الحمد لله اللهم لك. هنا كاينه القرش، لا القرش يعني اسبانيا. باقيين شوف خوتي الاعزاء المشاهدين، كنا صورنا لكم حنايا يلا غادي ننزلوا دابا انا والاخ عماد. كما شاهدتوا الفيديو اللي كان من قبل العام اللي فات، كنلقى واحد الاقبال كبير وعرفنا على هذه البلاصه وعلى هذه المنطقه وعلى هذه الخيرات ديال البلاد، ولكن كانوا شويه ديال الانتقادات على الموقع. يلا قولي شرح لي المشكل اللي كان وقع. كاين شي ناس داروا شي انتقادات على حساب انه عرفتوا بان المنطقه دوزان بانها السد في وزان، وشي ناس كيقول لك لا راه في تونس، راه في التراب ديال تونس ماشي في التراب ديال وزان. ولكن لا، هو راه جا بين قاسم بين تونس ووزان، راه داي من تونس داي من وزان، داي من وزان وداي من تونس. غير انت فاش كنتي جايه جيتي من المنطقه ديال وزان ما جيتيش على تونس. اي جيت على المنطقه ديال وزان، هو جاي في وسط الدواور، وحنا كنفتخروا فين ما جا يعني فين ما كان، يا محسوب على تونس محسوب على وزان ماشي مشكل. هو كيتسمى ديالنا ديال المغرب، وحنا فخورين بهذا السد هذا اللي كان شيدو المغفور له الحسن الثاني. وان شاء الله من هنا القدام عاوتاني نديروا سدود اكثر واكثر. وانتم كتعرفوا ان المياه بدات كتخلي الغايه من هذا الشيء باش الناس يعرفوا هذه المنطقه ويعرفوا شنو كاين في بلادهم ويتعرفوا على هاد الناس هادو. الله يعمر هذا يا كعماد، غير مثلا اللي بغات يبات شي واحد، واش كاين المبيت؟ كاين المبيت، كاين المبيت، كاين الديار وكاين الشومبرات. لي شومبرات كاين، ركز عليها. كاينين الديور وكاين الغرف، نتوما اللي بغيتو بالنسبه للماكله، الا بغيتو حتى الاكل هما يوجدوهم لكم داكشي طبيعي، وكذلك كلشي بلدي وكلشي طبيعي. والناس ديال هاد المنطقه الله يعمر لهم الدار. بالنسبه للثمن الكره عفاك اولدي، على حساب الديور. كاين الديور 250 هانتوما، الشومبره 200 هانتوما، والله ما نزيدو 50 درهم وناخذو دار. دار زوينه 250 درهم، والنظافه وداكشي كاينه موجوده موجوده، والامان امانته. المهم اعزائي قريبه على الساد، كتشوف على الساد ماشي بعيده ولا شي حاجه، قريبه. انتم اعزائي المشاهدين اخوتي اخواتاتي اللي غادي يجي من طرف عالم نسيمه من طرفي، وغادي يجي وغادي يتواصل مع الاخ عماد، غيبقاو الا ما قبط لكم شي حيت الريزو ما كيكونش، الريزو شي شويه بقاو تعاودوا الاتصال به بزاف ديال الخطره باش يقبط لكم، هو يقبط لكم الديور، ينسق لكم كل شيء بالنسبه للجوله هنا، يديرها لكم في السد ويعرفكم، يعني بحال انه مرشد سياحي ديال هذه المنطقه. بغاو جوله في الماء، بغاو في غابه، كاين روندوني في غابه حتى هو. ها انتم راه كاين حتى في الغابه. ايوا هاد المره ما جاش، نشوف على حسب الظروف، الا كان في الغابه انا يعجبني ندير حتى دوره في الغابه كذلك. الجو ثاني زوين في الغابه، كما كتطلع لواحد القمه هذيك، راه هذيك الجبل راه فين هو، كتبان لك السد تقريبا كله، السد الوحده كله كيبان لك. غير اعزائي المشاهدين يعني ما تشطروش معاهم على الثمن، راه الله يحسن العوان، يعني راه يعني بحال كنتعاونوا مع هاد الناس ومع هاد المنطقه، وكنتعاونوا مع هاد العيالات اللي كيكونوا هنايا، يعني ما عندهمش يعني كيعاونوا راسهم، كاينه شويه الفلاحه، ولكن الاغلبيه ديال الاسر كيغتنموا هاد الفرصه هذا باش يروجوا. الله يحسن العوان وداك الشيء. الثمن راه باطل، يلا كثر من هادشي. خوتي وخواتاتي ما غاديش يقول لكم يجيو من طرفين، شوف الثمن راه باطل، صايبوا معاهم الله يعطيكم السر، وما راه ما كيغليوش. ومرحبا بكم باش غادي نكملوا هذه الجوله. هذه الفلوكه شحال عندنا؟
شحال كدير الدوره؟ الفلوكه كاين على حسب المسافه، كاين كتبدا من 50 درهم فوق شحال هو وما بغا ديال صافي يكون غير خاطرك دير ولا 50 درهم 60 درهم نتوما والجود ديالكم، والمغاربه راه كريمين وجواد من كيكونوا خارجين كيكونوا فرحانين. زيدهم شي شويه الفلوس، زيدهم شويه البقشيش تروح. دابا راه كاين الدعم كاين الدعم، يزيدوا دعموا حتى نتوما. يلا اكشن. غير بغيت نقول لكم يعني ما كاينش غير السد، كاين الحيوانات البريه، كاين انواع ديال الطيور كثيره كثيره، وكاين حتى الطيور المهاجره. بالنسبه للصيد، الصيد راه مرخص ليه، راه كاين الصيد ولكن دابا الراحه البيولوجيه، دابا راه حابسين الصيد لكن نتوما الهوات صيد السمك. مرحبا بكم، غير يكون الوقت الصيد وانا عاد راه ما وريتكمش الاعشاب، ما طلعت لكمش للجبل، ها نتوما كما كتشاهدوا حيت الوقت ما كفاش. بالنسبه للصيد هاد الوقيته حابسين؟ لا دابا حابسين. فوقاش غتبداو تلقوا؟ حتى لشهر 7 وفوق ان شاء الله. دابا وقت البياض. اي قول لي ان انواع ديال السمك اللي كاينين؟ كاينين هنا البوري. لا ماشي البوري. ما كاينش البوري. كاين الباربو كيسموه النهري، حنا كنقولوا النهري. النهري اها. اها. وكاين الكلاص. بروشي كيكبر بزاف، كيوصل حتى 40 كيلو. تبارك الله حتى 40 كيلو. تلاقية. كاينه واحد ميرنا صغيره. كاين حتى الميرلا ديال الواد. لا ماشي ديال الوادي. اه كيسموها بورشيقه، كاين اللي كيقول لها البورشيقه وكاين اللي كيقول لها حنا كنقولوا لها ميرلا. ميرلا زيد هي بورشيقه راه شيقه بورشيقه زيد. كاين واحد اللي كيسموها اللي جات كيكبر حتى هو. اها داير بحال النهري بحال الكربو بحال التراموي راسه. اه سريع بزاف. وكاين احسن نوع هنايا هو البلاك. بلا هادوك واش كيكونوا الهوات كيديهم لديارهم ولا كيتباع ممكن اللي بغى يشريه؟ لا ماشي مشكل اللي بغى يشريه. اييه وفي الطيب كيجي زوين؟ لا كيجي زوين بالطاجي بشوية كما درت له كيجي زوين. هو اليوم ما جبرنا عندكم حتى حاجة لا دجاج لا خصنا، حيت ما قبضتش التليفون كان خصنا نعلموك من قبل. علمني قبل على حسب دابا على البداية النهار الأولي كيتسمع. أما الأيام ثاني عيد ثاني العيد أنا نقول لك زعما هذا النهار الأولي في العطلة باش جا بنادم وداك الشيء أنا مازال ما موجديش، هذيك أنت كتشوفي مازال داك الشيء ما واجدش مزيان. إن شاء الله دابا باش غتدخل المشاهدين ديالنا اللي بغاو يعلموك من قبل. اه اللي بغى الماكله وداك الشيء يعلم من قبل وعلى المبيت واش غيجلس ولا عشيه كامله وتقاد ليه المويحل هنايا هاد البريريكا ويرتاح. بغى يبات راه غتشوف ليه غرفه او شقه. اه وكاين هنا وكاين اللي كيبات هنا. نباتوا علاش ما نباتوش؟ والله الا حتى جبنا العائله. مرحبا كيوصلوا هنا حتى لست عائلات 8. شكرا بارك الله فيك. يلا هو التليفون يرن. غندير واحد الجوله هنا بجيسكي ولكن ماشي للكراء، هادو الناس ديالنا يعني كيعرفوني. غادي ندير واحد الدوره انا في السد. يلا بقاو معايا باش تشوفوا الدوره الشرفيه اللي غادي نديرها بالتيتسكي. أعزائي المشاهدين كنت صورت غير شي شويه ولكن ما جاش التصوير واضح مزيان حيت كنا غاديين بواحد السرعه فائقه وما قدرتش نصور، خفت البورطابل يطير. درنا واحد الجوله كبيره بزاف وصلنا حتى الحدود ديال التونات من الجهه الشرقيه. اش غادي نقول لكم الجوله كانت ممتعه. أعزائي المشاهدين الى جيتوا لهنا لهاد القريه، قريه المزعره وبالضبط سد الوحده، راه ما غاديش تندموا يعني غادي تستمتعوا بهاد المناظر الجميله والرائعه والناس ديال هاد الدور هذا الله يعمرها دار، الناس ديال هاد القبيله وهاد النواحي كلهم الناس ديال الكرم، الناس غير دراويش وشعبيين ولكن الناس كريمين ومؤدبين. هادشي كلشي راه كيتواجد هنا في المغرب ديالنا خيرات بلادنا. مرحبا بكم فين ما كنتو، كانت معكم عالم نسيمه، زورونا.